خلونا نبتدي. أولا الإعلان الأول، أكاديمية علياء نزلت عليها البارحة أمس في الليل، يعني سوينا جلسة سكون، وما أقدر أوصف لكم السعادة اللي رجعت فيها البيت. أحس أني كنت قاعدة أطير فعلا. دخلنا في تردد مختلف. إذا أحد حضر معنا البارحة كتبولنا عن رأيكم في الجلسة. المهم أنا سجلت الجلسة ونزلت على الأكاديمية، نزل التسجيل على الأكاديمية، فما زال ممكن تشترك وتشترك في التسجيل. واللي اشتركوا معنا أمس بالبث الحي عندهم التسجيل لمدة سنة كاملة، فممكن يرجعون له، ممكن تسوي كل يوم. يعني إذا تسوي كل يوم لمدة سنة هذه 365 يوم، وفعلا الذبذبات التردد يرتفع، وبعدين تصير هي كأنها مهارة، لأن احنا في كل جلسة نتعلم مهارة جديدة، أيضا مهارة تساعدنا ان احنا ندخل في تأمل، مهارة تساعدنا ان احنا نصل الى هذا السكون النفسي من الداخل، والشعور بالأمان التام، والشعور بالتناغم مع العالم. فأمس في الجلسة تكلمنا عن العقود الروحية ومدى صحتها، هل هي فعلا موجودة ولا لا. تكلمنا عن الانفصال عن الله، شيء له علاقة بحلقتي على اليوتيوب، تكلمت عن الانفصال عن الله، وأحس أن الموضوع كان مهم لكثير من الناس. وتكلمنا أيضا عن التناغم، أن كيف أستطيع قراءة من حولي وقراءة الكائنات اللي حولي بطريقة جديدة. فإذا ما حضرتوها التسجيل مفتوح، فعلا فعلا أتمنى أن تصل هذه المعلومات للعالم العربي، نقطة على السطر. هذا هدفي، وهدفي أن احنا نوصل هذه المعلومة بأسرع وقت ممكن. وأنا شاكرة لكم لأن أنتم قاعدين تساعدوني في هذا الشيء عن طريق نشر الحلقات، نشر الدورات. نحتاج أن احنا بسرعة نرفع التردد سكان العالم العربي عامة. أنا أحس أن هذه المعلومات شوي ناقصة بالعربي. فعليا أكاديمي.com، الجلسة مدفوعة، المبلغ رمزي بالنسبة حق القيمة اللي بتحصلها، ولكن إذا ما تبي تدفع كل حلقاتي على اليوتيوب. كم سنة صار لي حين على اليوتيوب؟ 13 سنة تقريبا، أكثر، 14 سنة، كل حلقاتي مجانية. فارجع على محتوى يوتيوب إذا تحس أن أنت ما تقدر، واللي يقدر أنه هو يشارك، واللي يقدر أنه هو يدعم حتى ماديا هذه الحلقات يكون يساعدني في هذا الهدف. كاتبة أفوكادو مام كاتبة كيف أحضر. روحي الموقع الأكاديمية، أكاديمية عليا، عليا أكاديمي.com، بتشوفين جلسة سكون 2 اسمها، وتقدرين تسجلين هناك فيها الحين تشتركين. وممكن حتى تحضرون جلسة سكون 1، لأن كل واحدة فيها مهارة تتعلمها، فأنت يعتمد على كم مهارة بتجمع مهارات في التأمل. المهم خلونا ندخل في موضوع اليوم. اولا معكم علياء المايد، اهلا وسهلا. اليوم البث على البث الحي من انستغرام، قناتي في الانستغرام، ولكن تابعوني ايضا على سناب شات، على يوتيوب، فاحط بعض الاوقات بث هناك، وحلقات تنزل على اليوتيوب، مفروض ان كل احد، وحلقه الخميس ايضا تنزل على يوتيوب، فيوتيوب الاحد والخميس، وين بعد، طبعا تويتر. المهم على السوشيال ميديا كلها بنفس الاسم، اسمي الكامل علياء المايد بالانجليزي، وتلقوني هناك. وكل الحلقات اللي يعني بحفظ ان شاء الله هذا البث على انستغرام، ولكن احفظ منه تسجيل ايضا على يوتيوب، ان شاء الله ينزل اليوم ايضا، وكل ارشيف التسجيلات موجوده على يوتيوب. واذا شفتوا لي حلقه مثلا قبل يومين، سويت حلقه على سناب شات تكلمت فيها عن التلاعب بالعقول، موضوع عن حلقه شويه نفسيه يعني، فوايد قاعدين تسألوني إنه وين هي وشلون وكذا. هذه للحين ما نزلت على يوتيوب، بس بتنزل إن شاء الله، سجلتها وبتنزل على يوتيوب. ولكن إذا تبون تشوفون حلقات سناب شات أول بأول تابعوني هناك أيضا بنفس الاسم. فاليوم حبيت إن احنا نتكلم عن بعض الأسئلة المتكررة اللي توصلني عن الأشياء الجلدية، الجلد، البشرة، الجلد حول الأظافر، الجلد في أماكن مختلفة من الجسم. وأنتوا ذكروني يعني، في واحدة كاتبة ما في فيسبوك، عندي فيسبوك بعد أيضا في الواقع، بس ما استعمله وايد، بس موجود موجود. أوكي، كاتبة جميلة جدا حلقة سناب شات، شفت حلقة سناب شات كانت شوي في الصميم يعني، قوية شوية، والردودكم شيء ثاني يعني، عن التلاعب بالعقول، فعلا فعلا قصص أولا تقطع القلب، بس فعلا هي من الواقع. المهم نرجع للجلد. كثير من الأحيان
مو كثير من الأحيان، دائما دائما جسمنا يعطينا إشارات، وأنتم تعرفوني اللي تابعني من قبل يعرف إن إحنا دائما نحاول قراءة الجسد، نحاول إن نفهم جسمنا إيش قاعد يقول لنا، كونه هو أعراض ولا أشياء خارجية قاعد يعطيني ولا ألم من الداخل. نقرأ الأعراض هذه، نحاول نفهمها عشان نحاول نتفاهم مع الجسم، يقول نعم تشتبي الحين، شنو اللي تحتاجه، ليش قاعد يصير هذا الشيء بالضبط. فخلونا نبتدي أول شيء بالأظافر، لأنه هو هذا السؤال اللي ابتدى الفكرة من البداية. فتشققات حول الأظافر كثيرين أشوفهم، إن تقول مثلاً أو بروح أسوي مانيكير لأن أظافري متشققة ولازم يعدلونها. أوكي، يمكن أنت بتسوين لها تغطية، إن بتغطين العارض، بس ما زال إحنا نحتاج إن إحنا نتطرق للمشكلة من الأساس. فخلونا نبتدي من البداية. إذا في تشققات حول الأظافر، طبعاً غير إذا واحد مثلاً من التوتر قاعد يشقق بضروسه قاعد يخرب الجلد، عادة تكون هذه التشققات بسبب نقص زيوت أساسية نحتاجها في الجسم. فإذا إحنا أكلنا في دهون، ولكن دهون من نقليات ومن برجرز وفرنش فرايز وهالأشياء، مقارنة بالدهون اللي من الأشياء المفيدة، المكسرات، البذور، الزيوت مثلاً، الأفوكادو، الزيتون، الأوميجا، يعني زيوت الأوميجا 3، زيوت أوميجا 6، زيوت أوميجا 9، ونحتاجهم كلهم. عادة نحتاج شوي أكثر من أوميجا 3 نسبة، يعني لأن نحصل على الزيوت الأخرى من الأكلات الباقية، بس أوميجا 3 عادة يكون هو اللي ناقص، وهو اللي موجود عادة في البذور والمكسرات، لازم تكون نية طبعا، أو مثلا زيت بذر الكتان أو كذا. بس هذه الزيوت حساسة، فما تقدر أن هي تتسخن، يعني لا تحطون عليها حرارة، لأن ممكن أن هي تخرب تكوينتها، وممكن أن لما تدخل ما تفيدك. المهم ان لما الشخص تشوفون ان عنده تشققات حول الجلد، يا طبعا انتم الحين بتروحون تراقبون الناس كلهم اللي معاكم، تشققات حول الاظافر قصدي، هذه عاده تكون نقص في الزيوت. فبعض الاحيان يكون جفاف، ولكن الجفاف حتى انواع، فحتى نوع من الجفاف هو جفاف زيتي يعني. فممكن يكون عندك جفاف لان عندك نقص ماء، وممكن يكون عندك جفاف لان عندك نقص زيت. فهذه الزيوت فعلا تغذي الجسم. كاتبين لي انتو جمل بس ما اقدر اقراها. فمهم ان احنا نروي الجسم بهذه الزيوت، كانك تودي السيارة الجراج وتحط فيها زيت، هذا الزيت اللي ناقص بيبين لكني. بس ما دام احنا على الاظافر، بسوي يعني بتكلم عن الاظافر ايضا، عارف انها مو جلد، ولكن الاظافر ايضا وايد توصلني عليها الاسئلة، خاصة الخطوط الطولية اللي بعض الأوقات نشوفها على الأظافر. هي مو خطوط بلون يعني، هي كأن لما تلمس الظفر تشوف كأن في نتوءات، كأن مخطط، وهذه عادة تشير إلى تعب في المعدة، يا أنه هو نقص أحماض في المعدة، يا أنه هو زيادة أحماض في المعدة، يا أن عندك ارتجاع ولا عندك مشكلة معينة. طبعا احنا الحين قاعدين نتكلم بشكل عام، يعني مو معناته ان انا اعرف بالضبط انت ايش فيك وقاعدة اشخص لك، لا تاخذ معلوماتك من السوشيال ميديا، دائما استشير مختص. ولكن عامة عفوا الاظافر تدل على ان في شيء في المعدة، يا ان المعدة ما قادرة، يا ان انت اكلك ممكن يكون حتى شيء بسيط جدا، ممكن يكون ان اكلك كمياته زايدة، فلما تزيد الكميات من الأكل ممكن أن المعدة ما تلحق، يمكن لأن عندها نقص في الأحماض، يمكن لأن عندك توتر وقلق في الجهاز الهضمي، عندك تعبان، فهذه الأظافر تصير شوية كأنها فيها مطبات على شكل خطوط، فلما تلمسها يمكن ما تشوفها ما تبين، بس لما تلمسها تكون كأنها فيها مطبات. غير أن أنا تكلمت من قبل عن النقط البيضاء على الأظافر، هذه عادة تكون نقص في الزنك، في معدن الزنك. بعض الأشخاص يكون فيهم خط بالطول لونه بني، عارف أن هذه يمكن نادر أكثر يعني، ولكن الخط اللي بالطول اللي لونه بني عادة معناته أن في تعب في الجهاز الهضمي، يا أنه هو تعب إمساك، عادة يصير في الأشخاص اللي عندهم إمساك مزمن على مدى طويل، لأن هذه الخط اللي بالطول اللي لونه بني، وطبعا خاصة إذا كان بني غامج معناته أن المشكلة قديمة وعويصة، فضروري ان انت تتطرق للامساك اذا كان في امساك. انا لحد الحين ما شفت خط بني في شخص ما عنده امساك صراحة يعني. فهذا الخط البني اللي بالطول،
اي فعاده يكون هو عامه الاظافر له علاقه بالجهاز الهضمي، فدائما تشوف جهازك الهضمي شنو فيه ويمكن يعطيك فكره شوي اكثر. نبتدي من فوق لان احنا ابتدينا بالاظافر، بس لانه هو هي السؤال الاكثر اللي يوصلني. بس نبتدي من فوق، بنقول الجلد، بنقول فروه الراس. لما يصير في حكه او قشره في فروه الراس اغلب الوقت، يعني انا مستعده اني ابصم على هذه الفكره، اغلب الوقت يكون بسبب المكونات اللي في المنظفات اللي تستخدمها، الشامبو اللي تستخدمه عاده يكون فيه كيماويات وسلفيت وهالاشياء، ويكون مجفف للشعر زياده عن اللزوم، فتصير فروه الراس ما فيها توازن. وانا تكلمت عن هذا الموضوع بعمق في دوره كيرلي كورس، فاللي يعاني من هذا الشيء فعلا يسوى انه هو يفهم المبدا، ان انت لما بتغسل الشعر بشكل متواصل ترسبات الشامبوهات اللي نستخدمها تتكون وتتراكم وتصير على شكل قشره مع الوقت. لما انت تبدا تغذي فروه الراس وتقلل غسل الاوقات، تقلل عدد غسل الشعر، يعني تقلل شنو الكلمه اللي قاعده ادورها، تقلل مرات غسل الشعر، يعني انه بدايه اذا تغسله 3 مرات في الاسبوع تغسله مرتين او مره حتى، عشان تبدا فروه الراس تفرز دهونها بروحها تبدا تعرف تتعامل مع هذه الاشياء. فاذا تستعمل شامبوهات واشياء فيها كيماويات ممكن انها تسبب على المدى الطويل قشره. نفس الشيء مع الدهون، و يعني ارجع واقول انا تكلمت في هالموضوع في دوره كيرلي كورس حق اللي حاب انه يدخل في تفاصيلها، ولكن الفروه الراس الزيتيه ايضا ممكن تكون من الشامبوهات وزياده التنظيف. مع ان احنا قاعد بعض الاوقات نقول شلون اذا شعري زيتي شلون قاعد شلون ما اغسله، ابي اغسله، ولكن هو غسلك لا الغسل المتكرر للشعر هو اللي يسبب الفروه، تخلي الفروه تصير زيتيه. ما اعرف اتحكي اليوم كلش، ما ادري ايش فيني أظن الحار. ففروة الرأس أيضا لها علاقة بالزيوت اللي ناكلها. إذا أكلك دائما إذا شيء له علاقة بالإفرازات الدهنية إضافية، قد يكون له علاقة بالدهون المضرة اللي أنت قاعد تأكلها قاعد تستهلكها في حياتك. فكل ما زادت السمبوسة وزادت البرجرز وزاد الشيبس والأشياء المقليات وكذا، ممكن تزيد دهنية فروة الرأس فشعرك يدهن أسرع أو شعرك يدهن أسرع، وممكن تزيد الحبوب اللي في الوجه لأن فيها دهون. فنقلل الدهون المضرة ونزيد الدهون الأساسية، ولكن بعدين الحل يجب أن يأتي أيضا عن طريق المنتجات. إذا الماي غلط، بعض الأوقات يكون الماي يابس، يسمونه الماء اليابس، اللي هو الماي اللي يكون فيه زيادة في المعادن، زيادة كالسيوم، زيادة مغنيسيوم، فيصير فيه ترسبات. تعرفون بعض الأوقات الشاور يصير فيه كأنه ترسبات بيضة، وبعض الأحيان تقدر أن أنت تحط عليه خل مثلا مع ماي ويتنظف ويروح، وهذه الترسبات نفسها ممكن أن هي تصير في الشعر على المدى الطويل. فإذا عندك القدرة أنك تحط فلتر على الماي اللي عندك في الحنفية في البيت، خاصة اللي تتسبح فيها تغسل فيها شعرك، يكون هذا يخفف هذه الترسبات من المعادن. فإذا نتحرك من فروة الرأس، أنا بس مسويته كذي عشان أقدر أتذكر الأشياء. فإذا نتحرك من فروة الرأس، خلنا نبتدي بالوجه. حب الشباب على الوجه، وأنا سويت حلقة كاملة عن هالموضوع، حب الشباب وين مكانه وشنو معناته. بس عادة حب الشباب على الوجه اللي في اليبهة، إذا في الجبين معناته يكون في احتقان معين في القولون. فإذا في إمساك بتزيد الحبوب هني، بكرر إذا في إمساك بتزيد الحبوب هني. هل في شخص عنده حبوب هني وما عنده امساك؟ نعم، لان اعرف بتطلعون لي واحد اللي عاده ما يعني ما نلقاه، بس في شواذ للقاعده طبعا، ولكن عاده يكون هذه المنطقه تكون تعطينا انطباع تعكس صحه القولون والامساك. فمن يصير في تراكمات في القولون ويصير في امساك، يصير في كانه احتقان، ولازم جلدك يساعدك في اخراج السموم. فدائما اذا في مشكله حب شباب معناته في سموم، في اشياء ما قاعده تطلع عن طريق خلينا نقول الطرق الاخرى في الجسم، لذلك تطلع تخرج عن طريق الجلد.
فعادة بشكل سريع، الجبين معناته القولون وامساك، الخدين اذا في حب شباب على الخدين عادة يكون تعب في الرئة، تكلمت عن هالموضوع، او مخاط في الرئة فقط، ممكن يكون من اكلك، يمكن تكون الاجبان زايدة، الالبان زايدة، السكريات زايدة. عامة حب الشباب، اول شيء نسويه عشان نتطرق لحب الشباب هو ان احنا نتوقف عن السكريات ونتوقف عن الالبان، حليب، جبن، روب، هذه كلها تزيد تحيج. وبعدين بعتمد على احنا وين بالضبط نشوف نقرر، لان اللي في الخدين اذا له علاقة بالرئة ايضا بيكون لهم علاقة بالالبان والاجبان، لانها تسبب مخاط. بعض الناس بالجلوتين مثلا ايضا، او اي شيء انت عندك تحسس منه، اي شيء يسبب لك مخاط في الجسم ممكن يسبب لك مخاط في الرئة وحب الشباب هنا. اذا يصير حب الشباب حول الفم عادة يكون له علاقة بالهرمونات. تعرفون مثلا ان كمثال يعني ان المرأة لما تطوف سن اليأس حتى التجاعيد اللي حول الفم تزيد، لان كل شيء حول الفم له علاقة بالهرمونات. حتى اذا منطقة الفك يمكن شوية ايضا هرمونات، فتشوفين الهرمونات عندك او عندك شنو فيهم مشكلة. طبعا مع اضافة التعديلات في الاكل، يعني الحين قاعدة اقول لكم بس شيء خارجي يعني على السريع. اوكي، شنو بعد؟ بعض الناس يصير فيهم حكة في الاذن، تعرفون اللي تحسون ان في شيء داخل يحكني، هذه عادة يكون تحسس. ممكن انت ماكل شيء، خبز، جبن، الجلوتين، الالبان، هذه كلها اشياء تتكرر في الحساسيات، فاليوم بتشوف سمعوني ارددها كثير. او ممكن حتى غبار، ممكن المخدة اللي انت نايم عليها فيها ريش انت متحسس منه فيسبب لك هذه المشكلة في الاذن. وفي ناس بعد يتسبب لهم مشاكل في حكة في الاذن اذا عندهم ايضا حرقان، اذا عندهم ارتجاع بعض الاوقات يسبب. انا تكلمت عن هالموضوع من قبل في حلقات وايد عن ان شلون الارتجاع في المعدة ممكن انه هو يسبب مشكلة في الجيوب، ممكن يسبب حكة في الاذن، فمهم ان احنا نتطرق له. شنو بعد؟ اذا في شعور ان كان في رمل في العين، تعرفون لما العين تحك اذا في رمل في العين، ننظر لشيئين. الاول انه هو ايضا حساسية او تحسس من شيء معين قاعد اكله انا بشكل متواصل، وما بتعرفه هو شنو الا لما تبدأ توقف الاشياء المكررة اللي تاكلها اكثر شيء. فتشوفوا احيانا كم مره قلت البان اجبان البان اجبان، فهذه الاشياء اللي تسبب اكثر شيء تحسس في الناس. في بعض الاحيان يكون مشكله انسولين، زياده في السكريات، ولما الشخص يوقف السكريات ويتوقف الجسم عن افراز الانسولين تتعدل هذه الحكه اللي في العين. تعرفون هذا النوع اللي كذي كانه في شيء، كانه في رمل وتروح تشيك بس هو ما في شيء ولا في شعره بس يحك. شنو بعد انا حطيت؟ تصبغات الجلدية اللي ممكن تصير. تصبغات الجلدية صعب ان انا احكرها في دقيقتين، ولكن تصبغات الجلدية لها اسباب كثيرة. اكبر سببين هو خلل هرموني او حصوات في الكبد والمرارة. اضحك لان ما ادري وين هم الكلمات اليوم. حصوات في الكبد والمرارة، إذا يصير في احتقان في المادة الصفراوية في الكبد بسبب الأكل الغلط مثلا، بسبب الغضب بعض الأوقات حتى ممكن أن تزيد عندنا هذه الحصوات، بسبب عدم مضغ كافي، بسبب زيادة كميات في الأكل فالكبد عندك ما يمديها أن هي تفرز، بسبب نقص معادن معينة ما تقدر تفرز لك هذه المادة الصفراوية. المهم أن تجمع هذه المادة الصفراوية وتجمع الحصوات اللي ممكن أن تكون في الكبد أيضا، مو بس في المرارة، في الكبد أيضا ممكن تتجمع حصوات، ممكن أن هي تسبب بقع في الجلد أو اسمرار في مناطق معينة في الجلد. وأنا عن نفسي كثير أرسلوا لي لما سووا تنظيف الكبد والمرارة، موجود هذا التنظيف على أكاديمية عليا، اقرأ عنه، ابحث عنه عدل قبل لا تقرر. وإذا تحب أن أنت تستشير أيضا شخص مختص عارف عن حالتك أكثر قبل لا تطبق هذا التنظيف أيضا أحسن وأحسن. ولكن حالات كثيرة تحسنت عندها بعد كذا تنظيف، مو من تنظيف واحد، بعد كذا تنظيف تحسنت عندها التصبغات. وفي واحد مرة حتى كان عنده تصبغات على لسانه، وسوى من أول تنظيف بدأت هذه التصبغات تخف.
فمعناته أنه فعلا عنده احتقان في هذه المادة الصفراوية وما قادرة تطلع، فعطيناها مجال أنها تفك شوي. ففي ناس بعض الأوقات يشكون في هذا تنظيف الكبد والمرارة، هو مو سهل ترى، تنظيف صعب ومتعب للجسم، ولكن أنا في نظري أنه هو كوقاية من أشياء ممكن تكون أصعب في المستقبل، ولكن مهم أن أنت تفهمه أكثر عدل وتواصل عليه. وفي ناس اللي مثلا يسمعون أحد يقول لا مو زين تسوينه لأن الحصوات ممكن أن هي تعلق لما تطلع، التنظيف اللي موجود عندي على الأكاديمية هو تنظيف آمن، وفي خطوات معينة يجب تطبيقها بحذافيرها للوقاية من أن يصير في حصى تعلق في المسار. فلا تسوون لي أي تنظيف عقب تقولون لي علقت الحصى ولا كذا، هذا بالضبط احنا نتبع طريقة معينة عشان ما يصير هذا الشيء، ما غير ممكن أن هي تعلق، ما يصير الحصى لما تطلع تكون لينة جدا. فالمهم ما بدخل في الموضوع لأن عارف أنه موضوع عود، وانت ابحث بنفسك عن تنظيف الكبد والمرارة. ولكن السبب الثاني، لان احنا قلنا ان التصبغات الجلدية هي حصوات في الكبد والمرارة او هرمونات، واثنينهم لهم علاقة، لان الكبد والمرارة ايضا هم اللي يتعاملون مع الهرمونات الزايدة، فلما اكلك يكون فيه هرمونات زايدة ولا لما انت هرموناتك اصلا ما فيها توازن يصير في ضغط على الكبد وتتعب الكبد ايضا. فلما نبدأ نعدل الهرمونات عن طريق تحسين الأكل رقم واحد، عن طريق نزول الوزن رقم اثنين، الرياضة، شرب الماء، كله يعدل الهرمونات، الضغط اللي على الكبد أيضا بيخف، فالتصبغات الجلدية تتحسن. شنو بعد كنت بتكلم عن، سألتوني عن الإكزيما وعن الوردية، اي وبعدين بتكلم عن شنو كان، اي البهق. الاكزيما والوردية عادة يكون هبوط في المناعة، فلازم ان احنا نقوي المناعة، وضروري ضروري جدا، انا بلف وادور على نفس الموضوع بس بكررها حتى لو 60,000 مرة، ضروري ان الاكل يتعدل. اول شيء لازم ينشال الالبان، لان الالبان هي اللي تسبب تورم، فأي وقت عندك مشكلة فيها أشياء قاعدة تتورم قاعدة تتهيج، أي وقت يكون فيه تهيج فهي يسمونها برو انفلاماتري، يعني إن هي تزيد أي شيء فيه تهيج. فالألبان واللحوم أيضا، اللحوم الحمراء خاصة ممكن إن هي تزيد التهيج. فأنت أول شيء تسوي إن أنت تطفي هذه القابلية للتهيج. شلون تطفي القابلية للتهيج؟ ما تعطي جسمك هذا الأكل اللي ممكن إن هو يزيد التهيج. فأول شيء أسوي إذا عندي أكزيما أو عندي وردية أو عندي حتى الصدفية، لازم أخفف التهيج. فما أقدر أوقف الجبن، ما أقدر أوقف الحليب، ما كيفك، المهم أن هي المعلومة وصلتك، بعدين أنت تقرر بتطبقها ولا ما بتطبقها. بس بعض الأحيان الناس يستحتاجون أنهم يسمعون هذا الكلام سنتين ثلاث عشر سنين ليه ما توصل حالته إلى حالة جدا صعبة ومؤلمة ويضطر أنه يغير. بعدين نبدأ نفكر في الأشياء اللي بحطها من برا، يعني ممكن أحط مثلا جل الصبار، ممكن أحط تكلمت مرة عن أوراق النيم، شجرة النيم لما تحط أوراقها في ماء حار وتتحمم فيها، تتحمم فيه كأنه حمام نيم، زيت النيم أيضا ممكن يساعد. ففي مراهم وأشياء خارجية بعد، بس هذه كلها أشياء مؤقتة وخارجية، يعني لازم الحل يجي من الداخل، لأنه السبب ما كان خارجي، السبب كان من الداخل. فأنت توصل إلى السبب عن طريق معرفة الشيء اللي هيج لك، هل أنا متحسس من شيء. حتى الحساسيات، خلينا نقول مثلا أنا عندي حساسية جلوتين كمثال، لما أكل خبز يصير فيني تهيج كمثال، ممكن أن أنا أوقف هذا التهيج عن طريق التوقف عن هذا الأكل المعين، بس بعدين بعد لازم أرفع المناعة. أرفع المناعة عن طريق فيتامين سي، عن طريق فيتامين دال، إذا الفيتامين دال عندي ناقص أبدأ أطلع أمشي أشم هواء أكسجين أتنفس أعدل نفسيتي، هذه كلها أشياء لها علاقة بالمناعة. فأوقف التهيج وأرفع المناعة في نفس الوقت، وأشوف التهيج من شنو. يعني أنا فترة مثلا كنا متحولين بيت جديد، فكانت ريحة الصبغ وصار عندي تهيج في الجلد مؤقت لهذه الفترة، ففي فترة تعرضي لهذا الشيء مثلا
أنا أتأكد أن أنا أشرب وأكل أشياء تخرج هذه المواد من جسمي بشكل أسرع. يفضل أن أنت ما تدخل، ما تصبغ وأنت ساكن في البيت كمثال، ما تتحول في البيت ليه ما تحس أن أنت هويت عدل وراحت هذه الروائح. بس في أشخاص حساسين، أنا عندي مثلا حساسية إذا في غبار في مكان وايد، في غبار إذا دخلت مخزن مثلا ولا محل قديم، هاي المحلات اللي فيها من كثر ما الأشياء قديمة حتى في غبار على المنتجات، أعرف روحي يبدأ يحكني هني شوية، وبعدين إذا يصير عندي تهيج يصير عندي تهيج في أماكن معينة أنا أعرف هي وين، على أصابع هني أو في الكوع، فأنت تعرف نفسك، فجسمك يعطيك هذه المؤشرات، فأنت تتوقف عن المصدر، توقف المصدر مباشرة، وبعدين تحاول أن أنت عن طريق الأكل والأشياء الثانية تحسن. شنو بعد؟ خطوط على الأظافر قلنا، إكزيما، تصبغات جلدية، حب الشباب، حكت في فروة الرأس، البهاق. البهاق موضوع وايد عود وصعب أن أنا أدخل فيه، بس هو لا علاقة بالمناعة الذاتية، فلازم إلا ما صار شيء، هل هي معادن ثقيلة، هل هو دخل مثلا شيء ذاك اللي أنا ما أقدر أقوله لأنه بعدين إنستغرامي يعتم على الحلقة. بعض الأوقات يدخل في الجسم مكون معين يحفز المناعة زيادة عن اللزوم، فالمناعة تقوم يصير فيها خلل وتضرب أشياء ما كان مفروض تضربها، ففي هذه الحالة تضرب الخلايا اللي تفرز الصبغة فيصير في هذا البهاق. يعني هذا الشرح المبسط المبسط جدا، ولكن في لها أسباب ثانية، ممكن تكون نقص معادن، ممكن كذا. فكل الحالات أنت لازم ترفع المناعة، وترفع المناعة بسرعة. فعادة في هذه الحالات ما نقول أن احنا، مو شرط أن احنا نقدر نسترجع ما حدث، ولكن يمكن أن احنا نقدر نبطئ سرعة هذه المشكلة. وللأسف نادر ما تشوف متخصص جلدي يتكلم في عن مضار هذه الأشياء، فممكن أن أنت حتى تسوي تحليل وتشوف المعادن الثقيلة عندك في جسمك، ممكن يكون عندك الزئبق مرتفع، ممكن الرصاص مرتفع، ممكن الزرنيخ مرتفع، ممكن يصير فيه خلل في معادن معينة، الزنك والنحاس كمثال. فمهم أن أنت تبدأ تفهم جسمك وتشوف أكلك شنو فيه اللي قاعد يهيج هذه الأشياء، ليش قاعدة تتهيج مناعتي وهي ما في داعي أنها هي تتهيج. فأعرف أن أنا يعني أنتوا حين قاعدين تسألون شنو قلتي عن كذا شنو قلتي عن كذا، بس أعرف أن قلت كلام وايد في حلقة واحدة، بس أنا حبيت أن كذي أحذف عليكم مختصر مفيد، عشان بس نتذكر أن الجسم ترى في حوار دائم معك. وطبعا مو بس الجلد، الاعراض، اذا عندك صداع معناته شيء معين، اذا عندك الم في ما ادري في القولون في البطن في شيء معين، اذا شيء جلدي انا نسيت احطه في الواقع، تذكرني حطيته بس ما ادري وين راح، ظهر شلته من القائمه الجديده، ولكن بضيف شيء جلدي اللي هي الحكه الشرجيه، واعتذر على هذا الكلام بس احس انه هو شيء مهم وشيء علمي يجب ان احنا نتعامل معه ونفهمه. عادة أغلب الوقت يكون له علاقة بالبواسير، والبواسير عاد قصتها شوي طويلة وسويت عنها شو اسمها دورة كاملة اسمها دورة البواسير، موجودة على أكاديمية علياء، وتكلمت فيها عن كل الأسباب وكل الحلول. ولكن بشكل مبسط، إذا في بواسير قد يكون هناك إمساك، إذا في إمساك قد يكون هناك جفاف أو عدم رياضة أو أكل غلط أنت قاعد تأكله. فالسبب الأول للحكة اللي تصير في هذيك المنطقة ممكن تكون بسبب البواسير، ولازم تتطرق لها بسرعة هذه البواسير عشان ما تزيد، ولأن الألم اللي في المنطقة هناك جدا مؤلم، أي واحد مجرب بواسير ويعرف. فهي عادة تبتدي بحكة، لأن بعض الأوقات تكون البواسير داخل شوي، ولكن بس ضغطها على المكان يسبب حكة، وتبدأ أي واحد يبدأ يحك طبعا يعرف أنه يعني ما يقدر يوقف، والمنطقة هناك جدا جدا حساسة، فصعب أن أنت بعدين ترجع الموضوع وتتراجع. هذا رقم واحد، ابحث في البواسير واحضر الدورة إذا ما حضرتها، حتى إذا أنت ما قاعد تشوف بواسير طبعا استشير دائما مختص. ولكن السبب الثاني هو أن أنت ممكن كليت شيء ما ناسبك، عادة يكون القمح أو الألبان، عادة يكون قولوا معاي
القمح أو الألبان، نلف وندور ونرجع على نفس الموضوع. إذا عندك حكة ما لها علاقة بالبواسير، اقطع القمح ومشتقاته، ما يهمني يكون بني، بر، أسمر، أحمر، أخضر، خبز أبيض، خبز أسود، كله قمح وكله فيه جلوتين وكله ممكن أنه يسبب لك تحسس ويسبب لك مشاكل. فاقطع هذه الأشياء لفترة. شنو أقدر أكل؟ أرجع عندي حلقة اسمها بدائل الخبز، عندك خيارات كثيرة تكلمت عنها في الحلقة، فعد إلى الحلقة هذيك وتشوف الخيارات وتشوف البدائل. يمكن تحتاج أنك تسمع هذه الفكرة 60 مرة، يمكن تحتاج تشوفها هالسنة والسنة الجاية لما تبدأ تقتنع. ولكن إذا في حكة شرجية، معناته دخل شيء في الجهاز الهضمي، جسمك مو مرتاح منه. في ناس يتحسسون من الذرة، يعني هاي الأشياء اللي الأغلبية يتحسسون منها، الذرة، يمكن الربيان، مشتقات الصويا، وطبعا القمح والألبان، هي هذه يمكن أكثر الأشياء. في ناس يمكن من السمسم، فتخلي بالك تشوف وين، يعني وين موجودة هذه الأماكن، وين موجودة هذه الأشياء اللي أنا ممكن أتحسس منها. وقفها بشكل تام 2 أسبوع أو شهر، وقفها بشكل تام. حتى لو تبي توقف واحدة واحدة، يعني تشوف يا هو القمح يا هي الألبان، بس عادة هما يمشون مع بعض، بس وقفها بشكل تام، يعني امتنع عنها تماما وتشوف أعراضك تتحسن ولا لا. فبهالشكل ممكن ان انت تبدأ شوي شوي تفهم جسمك شنو قاعد يحاول يقول لك. ولكن ان بدون سبب جسمك مرة واحدة بيطلع لك حكة في أماكن مختلفة وفي أماكن غريبة، لا، هو قاعد يحاول يتحاور معك وقاعد يحاول يقول لك. وممكن للحكة الشرجية ممكن ان انت تحط بشكل مؤقت، تحط مثلا جل الصبار ساعة يهدئ يريح، هذا هو أكثر واحد صراحة، يعني خاصة إذا في تشققات ولا كذا. بس إذا فعلا فيك عندك مشكلة بواسير، مهم أن أنت تحضر الدورة، لأن تكلمت بإسهاب هناك في الموضوع بعمق. فيقولون حليب الماعز جيد، أنا تكلمت عن سين جيم، إيه مستغربة أن الصويا تهيج. الصويا من الأشياء اللي تهيج بكثرة في الواقع، لأنها معدلة وراثيا، فوايد من المنتجات اللي فيها صويا ممكن أن هي تهيج. وفي بعض الأوقات منتجات اللي أنت ما تفكرين فيها، مثلا الصويا صوص، لما تأكلين أكل ياباني الصويا صوص يكون في صويا، ويكون في بعض الأحيان جلوتين حتى في الصويا صوص، فتأكلين وعقب ما تعرفين شنو اللي من اللي كلتي، ويطلع هو بس في الصوص اللي حطيتي. كنت أقول شيء ونسيت عن عن حليب الماعز. أنا سويت كذا حلقة عن موضوع الألبان والأجبان وجاوبت فيها الأسئلة المتكررة، وحليب الماعز كان من الأسئلة اللي جاوبتها أظن في الحلقة. والمشكلة أن كل الألبان الحيوانية، وحتى تكلمت على فكرة عن الألبان وهي مذكورة في القرآن، وشان تقولين لا وشان ذي، بعد تكلمت في هذا الموضوع، فرجاء نرجع حق الحلقات عشان اللي متابع ما يحس أنه مكرر الموضوع. بس كل الألبان الحيوانية فيها مواد محفزة ومواد مكبرة ومواد تزيد الالتهابات، لأن هي المفروض أن تكبر، مفروض أنها يتحفز، لأن مفروض أن البيبي اللي يكون هالكبر، العجل الصغير، الماعز الصغير، مفروض أنه هو يكبر ويصير عود. فدائما حتى حليب الأم بيكون فيه أشياء تكبر البيبي. فإحنا كأشخاص بالغين ممكن نحن نتحسس من هذا الشيء، لأن إحنا عندنا أشياء ما نبيها تكبر، خلايا سرطانية، تهيجات جلدية، ما نبي إن إحنا نحفزها ونكبرها. وخاصة إن إحنا اليوم قاعدين نتكلم عن جودة في الألبان أسوأ بكثير ما كانت قبل، يعني اليوم صارت تجارية، صار فيها هرمونات، فيضيفون عليها هرمونات تحفز أكثر، فتسبب لك مشاكل جلدية وتهيجات وحساسيات أكثر من السابق. يعني الأطفال اليوم اللي عندهم حساسيات وايد أكثر من قبل، طبعا هذا الموضوع ما أقدر الحين أفتحه، لأن عندهم أيضا معادن ثقيلة أكثر من قبل، وما نبي ندخل في الموضوع لأن الموضوع شائك جدا. ولكن أحس أن الأطفال قاعد عندهم حساسيات وتهيجات ومشاكل جلدية أكثر من قبل، لأن إحنا بعد منظفين كل شيء، وبيعيشون في بيئة معقمة وما يحتكون بشيء، فأول ما
يحتك بعالم حقيقي وغبار وما ادري شنو. لا 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 ادخل ادخل، ليش ادخل؟ لانه من يطلع برا عسيده يتهيج. ليش يتهيج؟ انا مو متعود، جسمه مناعته ما عارفه ان هي تحارب اشياء. فطبعا يعني اكيد سمعتوها من اهلكم، احنا اول كنا ناكل رمام وما كان فينا شيء، يمكن هذا هو اللي يبني المناعه. بس احنا قاعد نسوي اشياء كثيره ايضا في الجيل الجديد ما كنا نسويها قبل، وندخل في اجسامهم معادن ثقيله واشياء ما كنا ندخلها قبل، فحساسياتهم قاعده تزيد، تهيجاتهم قاعده تزيد، اعمار الحساسيات قاعده تكون ابكر وابكر للاسف. المهم ان الفكره من الحلقه اليوم ان احنا دائما نكون على تواصل مع جسدنا، ودائما نستمع ونشوف هو ايش قاعد يقول لنا. واذا صار شيء في جلدي وانا ما اعرف، او صار عرض من اعراض جسمي وانا ما اعرف هو شنو، حلو ان انا اقعد ابحث وادخل في هذا البحث عشان تقوى علاقتي مع جسدي. لان في النهايه ما حد يفيدك الا نفسك صراحه يعني. وفي كثير من المشاكل الاعراض والمشاكل الجلديه وكذا، احس ان الطب الحديث ما توصل الى اشياء دائمه لها اليوم، غير انه يعطيك كورتيزونات واسترويدات واشياء اثارها الجانبيه وايد اكبر من فوائدها. فمهم ان انت تبدا تفهم جسمك شنو عنده نقص وشنو هو الحوار، ونبدا هذا الحوار. واتمنى ان تكون هذه الحلقه على الاقل خيط تبدا فيها في هذا الحوار. فممتنه لوجودكم دائما، بحفظ البث على انستغرام، وبيروح ايضا اليوم ان شاء الله بحاول الحين انزله على يوتيوب، وكل الارشيف موجود هناك. وعشان تدعم هذا المحتوى، لان قاعده احاول اوصله للعالم العربي باللغه العربيه باسرع وقت ممكن، اتمنى ان اذا استفدت من الحلقه ارسلها لشخص تحبه، ارسلها على انستغرام، ارسلها على يوتيوب، ارسلها لمن اي مكان. بس المهم ان المعلومات توصل ويبدا هذا الحوار، عشان نطلع احنا من حاله الخدر اللي الشيء قاعد تصير في جسمنا واحنا ما فاهمين وما عارفين ليش قاعده تصير. واذا شفت الحلقه على يوتيوب لا تنسى تشترك في القناه، اضغط زر السبسكرايب، اضغط الجرس، اضغط اللايك، عشان يوتيوب ايضا ينشرها. كل ما تكون عليها اشتراكات اكثر ومتابعات اكثر ولايكات اكثر، يوتيوب السيستم اللي في يوتيوب ينشرها اكثر. المهم في هالاثناء ممكن تحضرون جلسات سكون او دورات اخرى كثيره موجوده على اكاديميه عليا، aliaacademy.com. دورات كلها بالعربي اونلاين، تحضرها من اي مكان في العالم، واكون انا موجوده هناك على الكفه الاخرى، وندخل شوي في عمق اكثر اذا تحب هذه المواضيع، مواضيع الصحه والوعي. شاكره لكم وجودكم، ونراكم ان شاء الله في حلقات مقبله. وعيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير. مع السلامه.